لعبتنا النهارده لو اتحركت راح تموت، وهي لعبه الحبار، لعبه الاشهر على مستوى العالم في الوقت الحالي. لعبه الحبار يا جماعه لو اتفرجت على المسلسل هتعرف تلعبها، لو ما اتفرجتش عليه يبقى مش هتعرف تلعبها. لعبه مكونه من 6 اجزاء، هنلعب اول جزء فيهم اللي هو بتاع التمثال. الجزء بتاع التمثال يا جماعه لو لف وشه وعمل خط احمر يبقى ما تمشيش، لكن لو لف وشه وعمل خط اخضر يبقى تقدر تتحرك، بس لو مجرد ان الخط الاحمر يجي تقف على طول، لانك لو ما وقفتش هتتضرب بالنار. ده اللي هنتابعه ونشوف حلقتنا النهارده، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هحكي لكم الملخص بتاع اللعبه. بس يا جماعه قبل ما نبدا يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ولا بقى نبدا الفيديو ونشوف مع بعض. وكده واحنا بنبدا اللعبه يا جماعه ما تنسوش زي ما قلت لكم، لو الخط بقى احمر ووصلت لنا يبقى لازم نقف، لو الخط بقى اخضر ولفت وشها يبقى لازم نمشي. نركز ونبدا نلعب مع بعض. ازيكم يا شباب؟ قد كده ماشيين؟ لازم نقف كده كده نمشي تاني. اوه اللي جنبي ايه؟ نبدا نجري تاني بسرعه. يلا يلا لا. تمام يلا 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 ها 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 تمام. يا نهار ابيض ليه؟ وكده نرجع نلعب من تاني يا جماعه ونجرب المره دي هنعدي ولا مش هنعدي، ولازم نعدي في اقل من دقيقه. وكده نبدا نعدي كده نمشي على طول نقف كده تمام كده نمشي يلا تمام زي الفل يلا يلا تاني اوف يلا تمام 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 يلا هاني اوف هاني تمام قربنا هاني 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 لا لا يلا بقى نعدي هي ناس. وبعد نهاية مقطعنا يا ريت يكون الفيديو عجبكم. أما بقى الملخص بتاع القصة الأولى في مسلسل الحبار يا جماعة هو السيونج، وده كان عليه فلوس كتير جدا جدا لطوب الأرض. فجأة يقوم ماشي يقوم متكعبل في واحدة وتطلع حرامية تقوم سرقاها هي كمان. وفجأة يقوم قابله ناس ليهم عنده فلوس يقوم واخدينه ومضينه على عقود إن هو في خلال شهر لو ما دفعش الفلوس اللي عليه يقدروا يتحكموا في أعضائه. دي حاجة يا جماعة. الحاجة التانية بقى إن هو ماشي يقابله واحد يقول له إيه رأيك تيجي نلعب لعبة، كان لابس بدلة كده وشيك. قال له انت هتوجع لي دماغي ولا ايه؟ او مطلع له مسدس طلع ولاعه وقال له معاك سجاير؟ قال لا. الملخص بقى يا جماعه انه قال له تعالى نلعب وجرب. لعب وجرب خسر بتاع 10 12 مره، وكان كل مره الراجل يكتفي ان هو يضربه بالقلم. بعد كده اول ما سيونج كسب مره جاي يضربه بالقلم مسك ايده قام مديله ال 100,000 فطمعه. بعد كده قام مديله الكارت بتاعه وقال له لو حابب تلعب العاب ثانيه تعالى العب معانا. وهي دي كانت البداية لمسلسل ولعبة الحبار للست أجزاء اللي احنا هنشوفهم مع بعضينا خلال الحلقات اللي جاية، وده كان أول جزء في اللعبة اللي احنا لعبناها. ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو ما ينساش يشترك في القناة وفعل جرس الكل وشيل لايك وتعليقات، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ولعبة جديدة. مع السلامة.